يعني من يدير المعركة هي أمريكا يعني باليد الإسرائيلية، وبالتالي أمريكا هي التي تتحكم بالفعل على الأرض، وبالتالي غزة تتعرض حاليا لإبادة بكل أنواعها. أسوأ هذه أنواع الإبادة هو سلاح التجويع وسلاح قطع المياه وسلاح تدمير المستشفيات والمراكز الصحية. من يتابع الأخبار بالأمس كان هناك ملاحقة ومتابعة لقصف العيادات التي تعمل هنا وهناك، والتي لا يعني لا يوجد بها شيء، لا يوجد بها عمليات، وتم قتل المسعفين وتم قتل رجال الدفاع المدني وقتل المرضى الذين كانوا في المكان. وبالتالي هناك يريد أن يضغطوا من أجل أن توافق المقاومة على الشروط التي يريدها، بمعنى أن يستسلموا وأن يرفعوا الراية البيضاء. بالتالي وأنا أقول يعني غزة لن تستسلم والمقاومة لن تستسلم. كل يوم يتم قتل يعني أشخاص يساوي عدد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وبالتالي لو كانت هذه الحسابات لتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولكن لم يكن هناك من أجل المتعة اختطاف هؤلاء الإسرائيليين، إنما كان من أجل أهداف إنسانية ووطنية سامية، وهي إطلاق سراح الأسرى الذين يموتون يوميا بالسجون الإسرائيلية، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 14,000 معتقل. وبالتالي هذه الحرب يجب أن تتوقف، ولكن أعتقد بأن إذا لم يكن هناك حالة تحرك عربي هنا أو هناك قوية، أعتقد بأن إسرائيل وأمريكا ستستمر حتى إبادة شعبنا في قطاع غزة. أستاذ خليل، تحذيرات من مسؤول في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بخصوص تداعيات الحرب في قطاع غزة على المنطقة، هل هذه التحذيرات كافية أو كفيلة لاتخاذ خطوات أكثر جدية بشأن وقف الحرب في قطاع غزة؟ أعتقد بأنه يعني جبهات الإسناد المقاومة والتي تعمل من أجل الحرب في غزة، أقصد حزب الله والعراق والإخوة الحوثيين، كانت رسالتهم واضحة بأنهم لن يتوقفوا ما دام هناك قتل وتدمير وحرب في غزة. وبالتالي إسرائيل وصلت إلى حالة من الغرور وأصبحت تهدد حتى الشعب الإسرائيلي. هناك الاستطلاعات تقول بأنه أكثر من 60% مع الحرب على لبنان، وأن تتوسع الحرب. وبالتالي هم يعتقدوا بأن هذه الطائرات التي تهبط في المطارات الإسرائيلية والمواني الإسرائيلية والمحملة بآلاف الصواريخ الذكية والتي تقتل كل شيء وتدمر كل شيء، يعني هي ممكن أن تحقق كل شيء. استمرار الحرب يعني سيصل إلى كل مواطن عربي ما هي أمريكا، وأن المواطن الأمريكي في الوطن العربي ما هو إلا قاتل ومجرم ولص ومدمر وسافل وقميء وقذر وكل هذه المصطلحات، لأن هذه أمريكا وهذه إسرائيل. وبالتالي إذا كان كل العرب يقبلوا أن تدوس الأحذية الأمريكية والإسرائيلية على رؤوسهم وعلى شرفهم وعلى وطنهم وعلى أن تقتل أطفالهم، فاستحق بأنهم لا يستحقوا الحياة. فليبارك الله وقتها أمريكا وإسرائيل، لأنها تستحق هذه الدولتان أن تعيش وأن تحكم وأن تمتلك مقدرات العرب، لأنهم لم يكونوا لا شرفاء ولا حكماء ولا أمناء عليها، وهم لا يستحقوا الحياة. لنسمي الأمور بمسمياتها، وهذه هي الحقيقة للأسف. أستاذ خليل، تداعيات استمرار الحرب في قطاع غزة على المنطقة، يعني إذا كان هناك استمرار وفتح للجبهة في لبنان، أعتقد بأنه لا أحد يستطيع تقدير ماذا ستكون وما هي المآلات التي يمكن أن تصل إليها هذه الحرب، كيف يكون هناك الحالة المقاومة في الوطن العربي، وكيف يكون هناك الشعور العربي والقومي والديني، وما هي الأطراف التي يمكن أن تكون. أعتقد بأن هناك سيكون خراب كبير في الوطن العربي، وهذا يعني في كل الأحوال
يعني سيؤثر أيضا على إسرائيل التي تعتقد بأنها سوف تنجو بنفسها، ولكنها ستكون باب النهاية إن شاء الله لهذه الدولة المارقة وهذه السرطان الموجود في الجسم العربي. نعم، من الضفة الغربية الأستاذ خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به وعلى مداخلتك معنا.